السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يومكم جنين. زي ما تعودنا نهاية كل شابتر لازم نديرو فيديو فيه مراجعة وشوية كيوردز لأهم الكاركترستيك فيتشر متاع أغلب الأمراض اللي خديناها. حنبدو باللي عندهم هالبا أرتيكولر وهالبا إكسترا أرتيكولر فيتشرز اللي هو روماتويد أرترايتس والأذر أوتو أميون كونكتيف تيشو ديزيز. مبدئيا احنا متفاهمين ان نسبة للعمر فيهم كلهم هادو فعادة ما بين 30 الى 50 سنة، يزيد شوية العمر ممكن يوصل عند الستينات في روماتويد أرترايتس، وممكن يبدأ إيرلي أكتر في الاس اللي يعني نتكلم عليه عمر العشرينات. اما بالنسبة للسكس فكلهم كانوا كومن في منو، كلهم كانوا كومن في الفيميلز، وأكتر ريشيو كان ماخده الاس اللي بريشيو 9 إلى 1 اللي هو كان بالضبط زيه منه الجوغرين سيندروم. As a human leukocytic antigen association كان عندي في روماتويد أرترايتس اللي هو DR41، وكان في الاس اللي ما بينهم قلنا وحفظناهم اللي هم 2 و3، غير هكي من بوش نحفظهم ومن السوش أصلا السيستيمك سكليروسس ما عندهاش human leukocytic antigen association. نخشوا في منه، نخشوا في الكلينيكال بيكتشر، كلهم متفاهمين فيهم عندهم articular features اللي هم أرترالجيا وأرترايتس. الاختلاف بس ان روماتويد أرترايتس هو الوحيد اللي يدير لي إروجنز وهو اللي يدير لي deformities، غير هيك كلهم فنن إروزف أرترايتس. نمشوا للروماتويد أرترايتس as extra articular features بحكم انه هو يدير لي deformities. اتفهمنا في روماتويد أرترايتس ان الديفورميتيز الاكسترا ارتيكولار فيتشرز عاده تصير لي في لونج ستاندينج ارثرايتس، وخاصه اذا كانوا سيرو بوزيتيف، يعني اذا كان عندهم روماتويد فاكتور بوزيتيف. الديفورميتي تكلمنا عليها هلبا، بس اهم حاجتين ديما ما ننسهمش اللي هما قصة السوان نيك والبوتينيري، واللي قلناه باش نميزو بينهم حكم السوان اللي هي ركبتها معوجة فالفليكشن يكون في الدستل في النهاية اللي هو اعتبروه زي الركبة، والبوتينيري العكس في الدستل انترفالنجية الجوينت هو اللي صاير فيه الاكستنشن. الاكسترا ارتيكولار فيتشرز اهم حاجة الفيلتي سندروم واللي درنا لها اختصار سانتا كلوس، ما تنسوا ليش فيها قصة السبلينوماجالي، ما تنسوش فيها قصة الليمفاذينوباتي، سكن بيجمنتيشن، قصة الألسر، وأهم حاجة كتأثيرها عليه الانفستيجيشن إن هي تعطيني لو دبليو بي سيز تحديدا النيوتروبينيا، لو بليتلت يعني ثرومبوسايتوبينيا، ولو هيموغلوبين يعني تعطيني أنيميا. نزيدوا عليها كان عندهم شني، كان عندهم abnormal liver function test. بالنسبة للآي في روماتويد أرترايتس يدير لي كل حاجة، ولكن ما يدير ليش يوفيايتس، وأكتر حاجة كان يديرها هي الكيراتو كونجنكتيفايتس سيكا أو دراينس متاع الآي. على اللنج متفاهمين إن روماتويد أرترايتس والأوتو أميون كونكتيف تيشو ديزيزز كلهم يأثروا على اللنج، يديروا لي انترستيشال لنج ديزيز تقريبا أغلبهم، بس الاس اللي اكتر حاجه اخذت السيروزايتس والبلمونري امبوليزم، السيستميك سكليروسس اكتر حاجه اخذت لي البلمونري هايبرتنشن، والروماتويد ارترايتس اكتر حاجه اخذتها الانترستيشال لانج ديزيز، وممكن تكون بس بلمونري فايبروسس او ممكن يكون از اسوشيتد مع نيوموكونيوسس وسميناها شني كابلن سيندروم. على السكن الروماتويد أرترايتس أقل وحدة فيهم ممكن تكون، ويخي ممكن مرة واحدة ما يديرهاش أو ما تسبقهاش الرينويد فينومينا، يعني مش من السكن فيتشرز متاع الروماتويد أرترايتس، ولكن أخذت لي حاجة كاركترستيك اللي هي عبارة عليه ألسر شن سميناها، سميناها بايوديرما جنجرينوزم، وتفهمنا فيها ملهاش علاقة لا بالإنفكشن ولا يصير فيها جنجرين، هي عبارة بس على ألسر. وأخيرا الروماتويد نوديول، والروماتويد نوديول قلنا بس حتصير لي إذا كان البيشنت متاعي عنده روماتويد فاكتور بوزيتيف والأنتي سيترونيليتد بيبتايد أنتي بودي بوزيتيف، وعادة تصير لي في الإكستنسر سافيسس، وعادة كومن أكتر في منو؟ كومن أكتر في السموكرز. في أذر نيورولوجيكال فيتشرز إيه ممكن؟ ممكن تصير لنا مونونيورايتس مالتبلكس اللي هو يجيني بفيتشرز أوف بولينيوروباثي ولكنها مش سيمتريكال، يعني مش واخدت لي الجلوف وستوك أبيرينس متاع البولينيوروباثي،
ممكن ممكن ديري لنا اتلانت واكسيال سبلكسيشن، ممكن ممكن ديري بالمر اريثيما اللي حطينا في الديفرنشال دايجنوسيس لها دايبيتس ثايرويد وبريجننسي وبوليسايتيميا، ممكن. بس في الاخير هذا زي ما قلنا مش حاجات كاركترستيك. ننسوش بس الاتلانت واكسيال سبلكسيشن لان الارتخاء هذا نخافه والبيشنت ما يحتاجوا لسيرجري او يحتاجوا لانتيبيشن. الاكستنشن الفولي للنك هذا اللي حنديروه باش ندخلوا الانتيبيشن ممكن نطربقهم له وندير له كت في سباينال كورد متاعه. بس هذه الحاجة الخطيرة في الروماتويد أرترايتس. نمشي بعدها لمنو؟ نمشي للإسلي. الإسلي قلنا أكثر جيني بأرترالجيا أكثر من أرترايتس. بالمناسبة نسني حاجة في الروماتويد أرترايتس، احنا تفهمنا أنا أرترالجيا بين بس، وأرترايتس معناها عندي معها سويلينج، عندي معها ريدنس، عندي معها تندنس، عندي معها هوتنس، عندي معها ليميتيشن في الموفمنت. لكن كل شيء يصير إلا الريدنس، أوكي؟ فما تنسوش إن في الأرترايتس نو ريدنس أو نو إريثيما ووجوده يدل عادة على associated infection. نمشي ونرجع للإس اللي تاني، ما ننسوش من الرينويدز فينومينا، ولو إن هي تصير أكتر في systemic sclerosis بس ممكن تصير اللي فيهم الزوز اللي هو عبارة عن الفازو كونستركشن للبريفرال بلود فيزلز. في الأول البيشنت يبدو الصوابع متاعها بيل، بعدين الأكسجين اللي موجود يصير لدي أكسجينيشن يولو بلو، وبعدين يصير اللي هايبر برفيوجن وتخشوا أو يولو حمر اللي هي متاعت الإريثيما. عندها هلبة أسباب، عندها كل الأوتو إميون كونكتف تيشو ديزيز ممكن يسببوها، وهكي في الحالة هذه سميناها سكندري أو سميناها رينويد فينومينا. بس أما إذا كانت أيزوليتد صايرة بروحها فش نسميناها؟ سميناها رينويدز ديزيز. نخلوها على جنب ونوالو برضو الأسلي. الأسلي عندها كاركترستيك سكين فيتشرز، كان المال الراش، وأهم حاجة فيه سبيرينج للنيزو ليبيال فولد وهيلينج وذاوت سكار، وعادة يزيد أكتر شوية لما تطلع للشمس، وممكن يكون ديستريبيوشن متاع باترفلاي. المهم أهم حاجة وين؟ على التشيكس. واخذين الديسكويد راش، الديسكويد راش اللي هو عبارة عليه انيولر بلاك، وقلنا هادي عيبها لو جت في الراس شن حدير لي؟ حدير لي سيكاتريشيال ألوبيشيا، أو هي نفسها سكارينج ألوبيشيا. ممكن نلقى عنهم أز سكين فيتشر لفيدو ريديكيلاريس، أي عادي. وين نلقاها تاني؟ نلقاها في الفاسكولايتس وفي الأنتي فوسفوليبت سيندروم، هذه في التجميع الأول متاع المحاضرة. فوتو سنسيتيفيتي يعني أنه يطلع لها طفح لما تطلع للشمس، إيه. وتفهمنا أن المال الراش هو الأكيوت سكين فيتشر، الفوتو سنسيتيفيتي هي السب أكيوت سكين فيتشر، والديسكويد هي عادة الكرونيك سكين فيتشر of الاسلي. عندهم اورال ألسر، عندهم اورال ألسر اصلا. احنا في روماتولوجي الاورال ألسر ما ننسوهاش في ثلاث اماكن، في الاسلي، في البهجة ديزيز، في رياكتيف ارترايتس. السيروزايتس ممكن، اهم حاجة من يدير لي اكتر بلوريزايتس والبريكاردايتس، لا يدير لي بريكاردايتس اكتر. وكاركترستيكلي بالنسبة لللنغ خدي منه خدي بالمونري امبوليزم، وتزيد الرسك متاع البلمونري امبوليزم اذا ما كان البيشنت عنده انتي فوسفوليبيد انتي بوديز بوزيتيف. على الكيدني دير لي البوث جلوميرولونفرايتس ودير لي نفرتك سيندروم. وفي السي ان اس تجيني باي حاجه، والاس ال اي از هيماتولوجيكال افكت تنقص لي في كل شيء، سواء كان هيموغلوبين، سواء كانوا دبليو بي سيز، او سواء كانوا بليتلت. عكس منو؟ عكس الروماتويد ارترايتس اللي كانت ممكن تدير لي ثرومبوسايتوسس، وكانت ممكن تدير لي ايزينوفيليا. اهم حاجه از هيماتولوجيكال ماركر في الاس ال اي اللي قلنا ممكن ندير بها حتى جايننج شويه الاس ال اي، هي قصه شنو؟ قصه اليوكوبينيا. نمشوا لي السيستم سكليروسس. برضو جيني بأرترالجيا، ايش معنى سكليروسس؟ معناه عندها تيبس. هي في اساسها سكليروديرما، يعني سكن فيتشرز هم الاساسيات، بلس ماينس انه يكون عنده سيستمك. والسيستمك قسمناه الى نوعين، قسمناه الى ديفيوز وقسمناه الى ليميتد تايب. انا نعرف اني انا نجري، بس هي الغرض منها هذا المفروض كلنا نكونوا فاهمينه، وبس للتثبيت فقط لا غير. نرجع، اذا كنت انا السكن فيتشرز متاعي كانت ديستال للقلب، هذه ليميتد تايب، واذا كانت بروكسيمال للقلب فهذه شني؟ فهذه الديفيوز تايب، وهذه بالتاكيد اللي هي مور سيفير، ومفضل ربي ان هي بس تشكل 30% من السيستميك سكليروسس. الفيس فيتشرز اهم حاجه كان البيكد نوز، لو حيكون عندها absent للرينكلز، وخاصة ممكن نلاحظوها كتير لما نقول تقيم حواجبها. نلقوا فم متاحها صغير مايكروستوميا، نلقوا عندها تيلنجيكتيزيا، ونلقوا عندها سكليرودكتلي، وقلنا هو اللي خليها أو يعطيها الكلوشي بتهاند، وهو اللي سببه
limited movement أو سببها الديفورمتي مش بسبب أن عندها erosive arthritis. affect الإسوفيغاس ويجيني البيشنت بجارد وأفكت الجي آي ممكن يكون عندها alternating diarrhea وconstipation اللي هي قصة blind loop syndrome due to bacterial overgrowth. بالنسبة لي الإكسترا سيستميك أز اللنج وكيدني هاد الزوز اللي ديما خافوا منهم. ما ننساش إن البلمونري هايبرتنشن كان خاص فقط بالليمتد تايب والرينال كرايسس كانت خاصة فقط بالديفيوز تايب. وأز بارت أف ليمتد تايب ما ننسوش منه ما ننسوش اللي هي الكريست سيندروم اللي قلنا ممكن تتواجد كلها ممكن مش ما تتواجدش كلها اللي هي عبارة على شنو؟ عبارة على كالسينوسيس ورينويدز فينومينا اسوفجيال ديسفانكشن سكليرودكتلي وتيلنجكتيزيا. نيكست هما بوليو ديرماتومايوسايتس وهادو أقل وحدين يجوني بارتيكولار فيتشرز وشبه ما عندهمش هو اسمهم فيهم مايو معناها الليجن متاعي أو الأوتو إميون ضارب لي وين؟ ضارب لي المسلز. فكاركترستيك اللي يجونا بي بروكسيمال مصل ويكنس واحنا متفاهمين في الروماتولوجي عندي يا بروكسيمال مصل ويكنس متاعت بوليو ودرماتومايوسايتس يا عندي بروكسيمال مصل بين متاعت بوليو مايالجيا روماتيكا اللي هي اسوشيتد مع جاينتس الارترايتس. يا حليكم كان متذكرتوهاش لما يمشيني خارج او الاكسترا فيتشرز اوكي يعني سيستميك فيتشرز فاكثر حاجه يديرلي بس انترستيشال لانج ديزيز وممكن اني نلقى كالسيفيكيشن سميناها كالسينوسس كيوتس. الفرق بين البوني والدرماتومايوسايتس هم الديرما يعني السكن فيتشرز قلنا ممكن نلقى القطرن بابيولز اللي هم على النكل سيرفس اللي هو على البروكسيمال على الديستال المهم الدوز بتاع الهاند. ممكن اني نلقى هيليتروب راش هيليتروب معناها زهره البنفسج هذا علاش هو في الكالر بتاعها بيربل او فايليشيس شوية ونلقوه حوالين عيونها بلس ماينس يكون معاها بري اوربيتال ايديما وما ننساش انه ممكن ديلي مال الراش ممكن ما هو من الاساس احنا عندنا لي ديفرنشال دايجنوسيس. لو ننزل للبيشنت تشست ممكن اني انا شن نلقى ممكن نلقى انا من القدام اللي هو الفي شيب دراش سميناها في ساين وممكن اني انا من الباك نلقى شنو نلقى شاول ديستريبيوشن الراش متاعها فشن سميناها سوري شاول ساين. اخر واحد اللي هو جوغرين سيندروم اللي هو متاع الجفاف البيشنت متاعي هادو عندهم مشكلة في الإكزوكراين فانكشن فنلقى عندهم جفاف في العين كيراتو كونجنكتيفيتس سيكا نلقى عندهم جفاف في الفم زيروستوميا نلقى عندهم جفاف في الفاجينا فديسبرونيا ونلقى عندهم جفاف في السكن زيروسس. يديروا لي ارترالجيا عادي اما كومن اكتر ارترالجيا والارترايتس كل الاودو اميون كونكتيف تيشو ديزيز اكتر ارترالجيا. يديروا لي لمف نود انلارجمنت اي نعم بس اهم حاجه ما ننساش ان راهو عندي انكريز ريسك اوف لمفوما بالتالي اي بيشنت عنده بروجريسيف انلارجمنت لللمف نود شود بي بايوبسد تو اكسكلود اللمفوما. برضو يدير لنا باروتيد جلاند انلارجمنت او سليفري جلاند بصفه عامه انلارجمنت على الهيم تشبه الاس ال اي فكل شيء بالنازل اصلا هو وين ما حتلقوا تقريبا الروماتولوجي اغلبهم بالنازل ممكن الروماتويد ارترايتس بس دار الاكسبشن متاعنا هو دار ثرومبوسايتوسس او دار قصة اليوغوسايتوسس. الرينال كاركترستيك اللي خدت لي الرينال تيوبولر اسيدوسس واخدت لي الانترستيشيال نيفرايتس على عكس منه على عكس الاسلي تشابت معها بس في شنو في الجلوميرولونيفرايتس. لما نجيب نتكلم عن الجنرال فيتشرز اللي انا فوتهم من الاساس مش محتاجين صح ولا مش محتاجين نقولكم عندهم فيفر انوركسيا وهيدك وويت لوس وفتيج يعني هذا كله متفاهمين فيه. ما ننساش بس ان الجنرال او الكونستيتيوشنال سيمبتومز هذه كانوا اكثر حاجه مع الاس ال اي واللي ممكن يكونوا فيها حتى كونستنت ما لهمش علاقه بالريلابس او الريميشن او الاكتيفيتي متاع الاس ال اي نفسها. ما ننساش ان جوغرين سيندروم برضو ممكن تكون برايمري او ممكن تكون سكندري تو لاي حد من الروماتولوجيكال ديزيزز اللي خديناها. حاجه واحده اذا كانت الاس ال اي اضافه معها انتي فوسفوليبيد سيندروم او بوزيتيف انتي فوسفوليبيد انتي بودي فالبيشنت متاعي في الحاله هذه ريسكي فور شني ريسكي فور ابورشن ريسكي فور قصه الانترا يوتيراين فيتال ديت ممكن اذا كمل والبيبي عاش فممكن في الليت بريجننسي تخش لي في بري اكلامسيا واذا كانت
من غير الحامل as risk من انساش الارتيريال ترومبو امبوليزم والفينوس ترومبو امبوليزم. هذا علاش اذا كان ما عندهم الانتي فوسفوليبيد بوديز انتي بوديز بوزيتيف لازم اني اني نعطيها وارفرين فور لايف واني اني نعطيها هيبرين during the pregnancy. اوكي هيك اختنا الكلينيكال بيكتشر. خلي نمشي لمين خلي نمشي للانتي بوديز والانفستيجيشن والتريتمنت بتاعهم كلهم. اول حاجه روماتويد ارترايتس عندي فيه زوز عندي الروماتويد فاكتور وعندي الانتي سيتر ريليتد بيبتايد انتي بودي. الزوز تقريبا السنسيتيفيتي بتاعهم قلنا 70% بس كان الانتي سيتر ريليتد بيبتايد انتي بودي مور سبيسيفيك للروماتويد ارترايتس. بتفهمنا في الروماتويد فاكتور يكون بوزيتيف هالب حاجات ايفن في نورمال هيلثي بيرسون، لكن الروماتويد فاكتور حيكون بنسبة 100% في البيشنت اللي عندهم روماتويد نوديول او عندهم اكسترا ارتيكولار فيتشرز. نكملوا الانتي بوديز نتاع الاس اللي هي اكثر واحده كانت عندهم. عندهم الانا واللي هي الموست سنسيتيف. ها سنسيتيف شو معناه الكلام سنسيتيف وسبيسيفيك؟ سنسيتيف معناها نيجاتيف اكسكلود معناها حساسه جدا لوجود المرض. سبيسيفيك معناها متميزش بين الديفرنشال دايجنوز لا انما هي سبيسيفيك للمرض هو بس. فالآن هي كانت الموست سنسيتيف انتي بودي وكانت اقل سبيسيفيسيتي بالتالي نيجاتيف اكسكلود ولكنها بوزيتيف ما هيش كونفيرم اصلا. متفاهمين احنا ما عندناش ولا انتي بودي بروحها كان كونفيرم. هذا علاش اغلب الروماتولوجي محتاجين الى كلينيكال وشويه لابراتوري انفستيجيشنز. الانت ومليش علاقه الآن بريلابس والريميشن نتاع الاس اللي نفسها. امال من اللي كان له علاقه الانتي دبل ستراند اللي هو مور سبيسيفيك تقريبا نلقوحته هو 70-80% من الكيسز. عندي الانتي سميت نلقوه وخاصة لما يكون عندي كدني انفولفمنت. الانتي هيستون كان بتاع الدرج انديوسد لوبس. ما ننساش اهم حاجة في الدرجز اللي هما الهيدرالازين الايزونازايد والبروكينامايد. اوكي وما ننساش ان عادة لما يكون درج انديوسد لوبس فالسي ان اس والكدني انفولفمنت يكون خيره رير على عكس الاس اللي بروحها. الانتي رو والانتي لا ممكن نلقاهم بوزيتيف. ايه بالمناسبة الانتي رو عادة اكتر بودي يلقوا فيه بوزيتيف في النيونيت اللوبس. شو معناها؟ يعني لما تكون البيشنت بريجنسي وتعطي تكون الفيميل متاعنا بريجنت وتعطي اللوبس متاعي للنيونيت متاعها او للبيبي متاعها. بس خلوا في بالكم ان هو حيمشي بهي لان هذا عبارة على انتي بوديز بس من الام وما يدير لاش اي حاجة حتى ولو طلع عليه هراش اول فترة حي هيلينج without any scars. وبس عيبهم ان هم يكونوا later on in life عندهم risk لل other autoimmune disease بصفة عامة مش specific بس للأس اللي هذا علاش يقعدوا عليه follow up. anyway حاجة اضافية هيك على جنب. ما ننساش ندير لها شني الانتي فوسفوليبيد انتي بوديز على خاطر شني يعني خاطر الانتي فوسفوليبيد سيندروم. اما بالنسبة للسيستميك سكليروسيس ممكن اني ان نلقى فيها الانا بوزيتيف. ايه عادي وارد جدا. ما قلنا الان احنا حنلقاه بوزيتيف في اغلب الاوتو اميون كونكتيف تيشو ديزيز تتفاوت النسبه 50-80-70-90 مالناش علاقه فيها. اللي تهمنا وين تهمنا بس في الاس ال اي حنلقوا الانتي سكيل او اللي هو نفس الانتي توبويزوميريز وهذا خاص بالديفيوز. وحنلقوا الانتي سنترومير وها اس فور كريست باش نحفظوها اس سي فور سي اللي هي متاعت منو متاعت اللامتد. طيب الدرماتو وال وليمايسايتس انتي جو انتي ماي وجوجرين سندروم كانت الانتي رو والانتي لا. شوفوا حتى في الاس اللي انتي رو انتي لا يعني تقريبا هيك ثالث ولا رابع فرق ممكن تشابه بين الجوجرين والاس اللي تو البيشنت. هما لما انا نجي نقول لكم نطلب لهم سي بي سي نطلب لهم انفلاماتوري ماركرز ايه عادي جدا. اوكي فلو من نجي ونبدو بالاذر انفلاماتوري ماركرز ممكن نبدأ بالإي إس آر والسي آر بي. في أساس الدكاترة الإي إس آر يختلف ميل لفيميل ويختلف للعمر. فعادة الإي إس آر في الميلز اللي عمرهم تحت 50 النورمال يكون أقل من 15 وبعد 50 النورمال يكون أقل من 20. أما بالنسبة للفيميلز فعادة تحت 50 يكون أقل من 20 وتحت وفوق 50 يكون أقل من 30. هذا النورمال. هذا علاش منهد نعدلوش عليهم هلبة النورمال رينج وديما يحطو لكم فيهم في الامتحان مكتوبين. أما بالنسبة للسي آر بي فالنورمال أقل من 1 تحديدا 0.3. متفاهمين إن كلهم فيهم هاي إس آر وكلهم فيهم هاي سي آر بي
ما عدا الاس ال اي والسيستميك سكليروسس. وجود السي ار بي يعني ان البيشنت هذا عنده معاه انفكشن، عنده معاه سيروزايتس. المهم لهاش علاقه بالاكتيفيتي او ريلابس نتاع الديزيز نفسه. لو درت لهم سي بي سي اغلبهم ممكن اني نلقى فيهم انيميا، ثرومبوسايتوبينيا واليوكوبينيا. ما ننساش بس في روماتويد ارترايتس ممكن اني نلقى ثرومبوسايتوسس، وممكن اني نلقى ايزونوفيليا يعني زياده في الوايت بلود سيلز وزياده في البليتلت. حاجه تانية بالنسبه للانيميا في الاس ال اي، ما ننساش ان هي ممكن تكون انيميا مايكروسيتيك نورموسيتيك يعني انيميا اوف كرونيك ايلنس، او ممكن تكون هيموليتيك انيميا. هذا علاش البيشنت بتاعنا نزيد ونطلبوا لهم معاها في شني، نزيد ونطلبوا لهم في الدايركت كومبس تيست. حلوين نمشوا للباقيات اللي هم فوق اسسمنت اكتر، نديروا في اكس راي باش نشوف الايروجنس بحكم ان هو ايروزف ارترايتس وعاده نلقوا فيهم ماجن الايروجنس. الاس اللي ديما نخاف عليها من الكدني، فممكن اني انام ندير لها رينا فانكشن تيست، كيدني بايوبسي ويورين اناليسيس. ام بلس ماينس ما ننسوش الكومبلمنت ليفل اللي هم عاده السي 3 والسي 4 يكونوا لو. السيستميك سكليروسس بحكم ان هي اكثر وحده ليها علاقه بالفايبروسس بصفه عامه بدون ديفرينشيتينج ما بين الليمتد والديفيوز، فنديروا لهم في بولمونري فانكشن تيست وسي تي سكان. الدرماتو والبوليمايوسايتس حتى هم نلقى عندهم الان بوزيتيف، وجوبلن سندروم كذلك، بس عاده نشخص فيهم هادو من اكثر الحاجات اللي يحتاجوا بايوبسي. مصب معناها بالتاكيد مصب بايوبسي، وهذا له علاقه بالجلانس معناها اكيد جلاند بايوبسي. هذا بالنسبه للانفستيجيشنز. نمشوا للتريتمنت كلهم وبدون استثناء، ونسى ان عندهم ارثرالجيا حنعطيهم نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز بلس ماينس باراسيتامول. هذا من الشيء علاقه سيمبتوماتيكلي تريتمنت. هنشوفوا شن الموديفاينج او سبيسيفيك اكوردنجلي الديفرنت سيمبتومز كيف حنعالج الروماتويد ارترايتس. بدينا بمنو؟ بدينا بالدايركت موديفاينج انتي روماتيك دراجز، واللي قلنا عندي فيهم ستيرويدز وهو عاده الفيرست لاين بلس مني بلس الكلاسيكال دايركت موديفاينج انتي روماتيك دراجز اللي خدينا فيهم الميثوتريكسيت، خدينا فيهم الهيدروكسي كلوروكوين، خدينا السلفاسالازين، واخدينا اللي هو السايكلو اسبورين. بس ما نبيش نعطل فيهم. نفس الاس اللي حنضربهم ببعض الزوز لانهم نفس التريتمنت، برضو عندنا دايركت موديفاينج انتي روماتيك دراجز، وعندي فيهم الكلاسيكال بنفسهم تقريبا، بس من اللي خدينا مختلف. خدينا المختلف عندنا الازا ثايوبرين والهيدروكسي كلوروكوين قعد عندنا، وبدل السايكلوسبورين عندنا مني عندنا السايكلو فوسفامايد. ما ننساش ان في كل كلاسيكال دايركت موديفاينج انتي روماتيك دراجز هم يعتبروا سيف ديورينج البريجنانسي، ومش محتاجه اني انا ناخذ اي حاجه كونتراسبتيف بيلز اكسبت في شنو؟ اكسبت في السايكلوفوسفامايد واكسبت في الميثوتريكسيت، غير هيك فكلهم يعتبروا سيف. ما ننساش ان الهيدروكسي كلوروكوين نستخدمه فيه حتى از تريتمنت لشني للكوتينيوس مانيفستيشنز نتاع الاس ال اي بلس ماينس التوبيكال استيرويدز. بعدين زدنا عليهم مني، زدنا عليهم البايولوجيكال اللي هما الدمارد، بايولوجيكال دمارد هنا وهنا. اهم حاجه في البايولوجيكال ان هما ينقصوا لي المناعه دايركتلي مونوكلونال انتي بوديز، فالبيشنت هما ريسكي فور انفكشن، سواء كانت هيباتايتس بي هيباتايتس سي اتش اي في، او ممكن حتى التي بي، يعني ممكن حتى يديروا لي ري اكتيفيشن بيشنت بتاعي يبدا عنده ليتنت تي بي. هذا علاش مانداتوري البيشنت بتاعي لازم نبعت لهم فيرال سيرولوجي، ولازم نبعت لهم تشست اكس راي قبل ما نبدا لهم التريتمنت. هذا اللي ضفناه بس في الروماتويد ارترايتس اللي هم كانوا مجموعة التارجت سينثيتك دمارد اللي ما استخدمناهمش في منه في الاس اللي. والتارجت سينثيتك قلنا عبارة عليه مولكيولز زي جاك انهيبيترز تسكر لي بالضبط بلوك عليه انزيم معين او اللي هو ريسبتر معين. حلوين هذا بالنسبة لي الاس اللي والروماتويد ارترايتس. نمشوا لي سيستم سكليروسس واللي قلنا عيبها ما عنديش اي حاجه ادي لي موديفاينج في البروجريشن متاعها، ما عدا كانت بس في الانترستيشيال لونج ديزيز اللي تديره اللي كان يدير لي في امبروفمنت اللي هو السايكلو فوسفامايد. غير هيك فهو سيمبتوماتيك تريتمنت.
أنالجيزيا متفهمين فيها فور أرثرالجيا. إذا كانت البيشنت متاعي عندها جيرد فممكن أو جيرد ممكن أني أنا نعطيها بروتون بومب إنهيبيترز. إذا كانت عندها دياريا أو كونستيبيشن ممكن نعطوها شورت كوسس لأنتي بيوتكس. ما ننساش أني أنا حنعالج الرينوتس متاعها فينومينا بشينو بثلاث حاجات، إما أني أنا نعطي سي بي سي سوري كالسيوم تشانل بلوكرز سي بي سي كالسيوم تشانل بلوكرز، او ان احنا بنعطوا انجيوتنسين ريسبتورز بلوكرز، او نعطوا فيشني نعطوا في السلدينيفيل اللي هو اي حاجه ديال فازودايليتيشن، وفي الامرجنسي او في السيفير كيسز اللي هو لما تكون وصلت لديجيتال انفاركشن اللي هو ألسريشن في نهايه التب متاحة أو في التب فينجرز نعطو فيهم اي في بروستاسايكلين. شن عندنا تاني؟ عندنا قصة اللي هي الكيدني انفولفمنت والهايبرتنشن للديرة، فنعطو فيهم في شنو؟ نعطو فيهم في اي سي انهبيتر. هذا بالنسبة لي سيستم سكليروسيس. الدرماتو والبوليمايوسايتس بكل بساطة هو عبارة عليه استيرويد، هو الفيرست لاين بلس ماينس، ممكن اني انا نعطي ميثوتريكسيت او نعطي الازا ثايو برين. في السيفير كيسز ممكن اني انا البيشنت بتاعي شن نعطيها؟ نعطيها اي في اميونو جلوبولين. بالنسبة للجوجرين سندروم، هل اي حاجة من الاميونو موديفاينج دراجز توقف لي الجاينس سيمبتومز هما سواء كان الاي الماوث الفجاينا الجاينس؟ نو no. كلهم شن تحت شن حتحتاج لهم؟ حتحتاج الى لوبريكنتس. اما بالنسبه للاميون سوبريشن، فاذا كنت اني انني بنعطيهم حنعطيهم بس على خاطر شنو؟ على خاطر الانترستيشيال لونج ديزيز وعلى خاطر الانترستيشيال نفرايتس او الكيدني انفولفمنت بصفة عامة. منعطوا في مرات البيلوكاربين لكن اتفهمنا عليه انه مش حاجة يقعد عليها لونج لايف، فالافضل انه هو ياخد لوبريكنت لكل سيمتوم او لكل جاينس عنده. اوكي هادو يعني منه، هادو الاميون سوبريشن، وهذا بالنسبة لي روماتويد ارترايتس والاوتو اميون كونكتيف تيشو ديزيز. حنمشوا بعدها للفاسكولايتس.